السلام عليكم. وينهم الآن؟ هذا السؤال كان يوصلني مرات عن الشباب اللي درسوا عندي، الطلاب بعد السنوات هذه وينهم الآن؟ شو يسوون؟ وين يعملون؟ شو صار عليهم؟ ففكرت صراحة، قلت بعمل لقاءات خفيفة مع مجموعة من الشباب وناخذكم كذا في رحلة عن رحلتهم الجامعية وبعدها رحلة العمل. إن شاء الله تكون يعني لقاءات خفيفة ومفيدة لكم جميعا وموفقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، يا هلا وسهلا حبيبنا هاشم، كيف هلا هلا الحال؟ بالدكتور. الحمد لله، كيف حالك؟ انت بخير، الحمد فرصة جدا لله، سعيدة. يا هلا وسهلا، منورنا. بدوك بدوك عاش حبيبي، من الله شافك يخليك، والله. عاشت ايامك والله. طيب هاشم، تذكر انت، طبعا حنا بس يعني بريفنج، حنا نبي كذا تعطينا كذا جولة من بداية الجامعة إلى اليوم، أنت ودي يدوب يعني وش تسوي؟ طبعا باختصار، وبنوقف معاك بمحطات وغيرها، فعشان بس ما نطول عليك، تفضل عطنا بداية القصة، كيف جبتنا وكيف إيه؟ احنا حنبدا بماي ويكنس اللي هي الاختصار، يعني انت تعرفني يا دكتور، ما تفضل. شاء الله اخذ راحتي. انا دخلت الجامعه 2004، طبعا تخرجت زي بقيه الطلاب ادور على التخصص المطلوب، وسالت اياميها الوالد والاصحاب الله يرحمه ويغفر له، وقالوا لي انه اذا انقبلت في البترول ما عندك غيرها، يعني ما بعدها. وفعليا الحمد لله جاني القبول في البترول، وكان دعم من الاهل انه اروح. يعني it was a good journey الحمد لله صراحة. بداية ما دخلت يعني one of the biggest unspoken challenges بالذات في البترول هي إنك when you move up في الـ years of studying you see some of your colleagues disperse، يعني بيخرجوا من الجامعة بيروحوا على أماكن اوكي، أخرى. ترى اقول هاش نبي نحاول نخليها عربي قدر الامكان. طيب اوكي تمام انت تمام عارف علشان الجمهور تمام بعضه يتحسس من الموضوع هذا قدر الامكان. اوكي طيب، تمام اوكي ف تمام ف جو اهيد، تفضل حبيبي. جو اهيد. الله يعيننا على طلعت من الاورينتيشن، دخلت على، كان طبعا وقتها كان في اختيار ما بين الانجينيرينج والادمنستريشن الاداره، فاحنا اخترنا تخصصين وجاني قبول في الفاينانس. انا اخترت الفاينانس بالذات مش لشيء، المالية. ايه اي لاني كنت حضرت محاضره من احد الدكاتره وما زلت اذكر يعني الحمد لله اللي هو دكتور محمد الرمادي معروف، ايه ايه فحضرت له محاضره وكانت جميل جدا يعني كفاينانس وايكونومكس، وغير طريقه التفكير شويه، فقلت اذا حدخل اداره توكل على الله وادخل هذا التخصص. والحمد لله يعني دخلت، كانت شويه في طلعات ونزلات، كان في تحديات في الجامعه، انت عارف هذا الشيء، وهذا نعم اكيد يعني اكيد من إذا الاشياء ما في المعروفه عن تحديات الجامعات. في الجامعة إذا أوكي. أفي طيب أي يعني أي تحدي أو يعني محطات مهمة أثناء الجامعة كذا ما يقولون يعني بعجالة، شيء اللي تحس كان له أثر كبير عليك، أكيد أو مثلا قد تكون تجربة صعبة أو شيء، أي شيء ممكن تشاركنا فيه؟ أنا حبدأ ب يعني أكبر شيء كان له أثر، وحتكون لك تجربة صعبة، أنا ماني طالب مثالي أبدا. ففي تجربة كانت يعني الأفضل، أفضل شيء مريت عليه في الجامعة وكان أكبر إمباكت في الكارير حقي إلى اليوم، كان الكواب حقيقة. يعني ماي كواب كان في الكواب في إن سي بي، ناشونال كوميرشال بانك معروف الآن اس ام بي، كان الكواب هناك في 2010، بداية 2010. يعني الحمد لله الحمد لله المهارات اللي تعلمتها من قبل في الجامعه، لما بدات مع الدراسه وكذا، كانوا يعلمونا حاجات اساسيه في الاكسل وغيرها تحتاجها في الفاينانس. فلما رحت على البنك الحمد لله من البدايه كنت اقدر يعني اخذ ادفانتج على غيري، اخذ ميزه على غيري، وهذا اللي خلاني اول ما اتخرج اقدر ادخل على البنك بالطلب مش بالانترفيو. يعني انا تخرجت ما احتجت اسوي انترفيو، ما احتجت اسوي شيء، على طول المدير يكلمني، انا تخرجت في
نهاية فيب كنت مداوم معاهم فيرست ما شاء الله، فعجبهم شغلك في الـ في الحمد لله. وهذا مش يعني انه انا سبيشال او شيء، بالعكس هذا لانه الجامعة الحمد لله ادتنا يعني تجهيز تام من ناحية كيف تسوي الانترفيوز، كيف الفيرست ويك الاسبوع الاول في العمل، كيف حتى وانت في الكواب كيف تتصرف مع مديرك، كيف تتصرف مع ما شاء الله قسمك. يعني كان في صراحة دورات مكثفة وقتها، ما كانت في الكوريكلم، ما كانت في يعني في المواد الأساسية، لكن كانت دورات مكثفة جدا. وأنا أتوقع لحد اليوم يعني إن شاء الله الجامعة ما تقصر تجهز الطالب لأنه يخرج يعني يصير ينافس، مش الطلاب ينافس الموظفين الحمد لله. ما شاء الله، فهذا كان يعني أفضل صراحة شيء الجامعة أعطتني هو ككونتريبيوشن هو الكواب الحمد لله. كانت تجربة جدا قوية، وطبعا ما قبل الكواب من التجهيز أصعب تجربة مريت فيها، أصعب تجربة مريت فيها عطنا الأصعب. كان عندي ترم الجي بي اي 0.5. انا مش طالب مثالي ابدا. ايوه يعني الان الطلاب اللي شويه بيعانوا تدري الان الناس يهمها هذا البوينت 5 ازيد من اي شيء ثاني، لان الناس اللي ما شاء الله قدرت ان يعني تتعلم من هالتجربه هذه، وكيف قدرت اصلا يو مانجت بعد العمليه هذه اللي نبي نعرف يعني وش اللي صار وش صار بعدها. تفضل. يعني هذاك الترم حقيقة يعني أنا من أكبر التجارب اللي سواء في الجامعة أو في حياتي الوظيفية، من أكثر الأشياء اللي تعلمت منها كانت حقيقة الفشل يعني، وهذا حنتكلم عنه وأقدر أتكلم عنه بشكل مفصل بعدين إن شاء الله. هذاك الترم كان إهمال مني، كان أنا كنت قبلها ترم أو ترمين داخل الحمد لله بقوة A pluses A's يعني داخل بقوة جدا، فحصل إنه اغتريت جدا. فكان سواء missing courses، كان عدم مذاكرة، أدخل اختبار وأنا بعض أحيان ماني عارف أي مادة بدخل لها، وأنا أتكلم حقيقة يعني. فكان إهمال شديد. بعدين لما حصل الترم هذا، وأذكر كان في يعني من الدكاترة اللي كنت أتكلم معاهم دكتور أتوقع علي الحجي الله يذكره بالخير عندنا في قسم الفاينانس، بعد ما أخذتها لأنه كان واحدة من المواد معه، تكلم معي يعني بشكل أخوي أنه الدرس اللي أول مرة جاني وجاني مرة ثانية بعدها في الوظيفة take yourself seriously، خذ نفسك بجدية، ترى كل اللي إحنا بنسويه هذا لا الدكتور حيفتكر مين أنت، رغم أنك أنت فاكر ده ما شاء الله عليك ولا أحد حيذكر مين أنت، لكن كل اللي أنت بتسويه لنفسك مش لأي أحد ثاني. ففعليا بعدها غيرت التفكير تماما، صار أكبر همي أنه كيف أقدر أرجع يعني. هذاك تعرف أنت بالذات لما يكون الجي بي اي منخفض في ترم من الأترام اللي في البداية الكوميونيتي ينزل مرة، فكان همي كيف أطلع لأرجع مش لي 2 أرجع لي 2.5 إن شاء الله. والحمد لله تخرجت، ما تخرجت ب 2.5 بس تخرجت ب 2.4 2.424 يعني هي نفس دفعتي 2.4 بتخرج 2.4 ما شاء الله ذاكرة بعد. طيب فعليا كان درس طيب بس ايش الاشياء اللي غيرتها علشان يعني ايش اللي يعني قدرت تسويه انك ترجع لهالقفزة الثانية؟ اول حاجة واهم حاجة يعني انه الأولويات وإدارة الوقت، هذه أهم حاجتين بالنسبة لي. كان الأولويات بالنسبة لي يعني متركزة في جهة ثانية تماما، رجعت لا أنا هنا في الجامعة في الشرقية، صح عندي أصدقاء عندي كل حاجة، لكن أنا هنا لأدرس، فمهما كان حيحصل شيء الدراسة أول بعدين غيره. فهذه كانت أول حاجة سويتها. بعدين طبعا ما زال الواحد شباب يبغى يعني يخرج يتمشى ويروح مع أصحاب وكذا، نعم. هنا صار التايم مانجمنت، صار عندي سلوتس معينة في اليوم هذه لازم أذاكر فيها، هذه لازم يعني أخلص أموري بعدين أروح على أسوي ما بدالي يعني. وكان دائما عندي رول هذه تعلمتها من هذاك الوقت وحد اليوم الحمد لله معايا، اللي هي no zero days، ما في أحد كامل،
وحتى وانا كنت جاد وكل شيء. عيدها وش هي؟ ايش؟ نو زيرو دايز. ايش نو زيرو دايز؟ كيف يعني؟ نو زيرو دايز معناها انه انت اللي هي لا الحياه بدون ايام صفريه. أيوة. انه انا اخذ اليوم حقي، احنا في ايام البرودكتيفيتي جدا عاليه والانتاجيه ما في زيها، وفي ايام يعني الانتاجيه منخفضه. فنو زيرو دايز تقول لك حتى لو انت كنت في اليوم المنخفض، لا تخلي البرودكتيفيتي حقك زيرو، لا تخلي اليوم كامل ينتهي زي ما بدأ، خليه حتى لو شيء بسيط جدا سويه، 1% أفضل من 0%. ففعليا كانت في أيام كثير تمر علي يعني يكون ما في إنتاجية عالية، لكن شوية شوية بمشي على الأهداف اللي أنا أبغاها، حتى لو أني والله ما ذكرت شابتر ححل مسألة واحدة، حتى لو أني ما ححفظ معادلة واحدة، ححفظ كونسبت واحد، حفظ صفحة واحدة بس أشوف الكونسبت. يعني كان بس أشياء بسيطة جدا، وفعليا بدون مبالغة أثرت كثير في يعني فعليا في أيام كنت في الفاينل أو في الكوزات أو كذا، أفتكر اليوم اللي كان نو زيرو دي، لأنه هذاك اليوم كان ثمرته الوحيدة هو هذاك التعريف. بالنسبة لي هذا الواحد اللي سحليته لا ينسى خلاص. حلو والله حلوة. طيب ما كنت بيرفكت يعني. طيب انت طبعا يمكن المشاهدين هنا يمكن بس نوعيهم، طبعا هاشم انت ما انت طالب تسويق، انت طالب لا صح؟ طيب دخلني انا بالموضوع. انت خذيت كورس معاي صح؟ اي صح طبعا. يمكن تذكر شيء منها؟ طبعا انتم اول دفعه درستنا صح؟ حتى مو يعني نص كورس. عجيبة بس ما بندخل بتفاصيلها، بس تتذكر شيء من ذاك ال... لا لا أنا أتذكر مظبوط، أتذكر الأسايمنتس اللي كنت تعطينا هي الله صراحة. أيوة. لا صراحة الدراسة معاك كانت يعني على قولهم بارادايم شيفت. إحنا كنا ندخل إيش الماتيريال، إيش الشابتر اللي حنشوفه اليوم، في كويز ولا ما في كويز، معاك ما كان في الموضوع هذا كله، وكنا في البداية، فكان دائما بيتحول الكورس. يعني كنا نحس وإحنا في الترم معاك، أنا أذكر أخذت معاك كان سيلز مانجمنت، كان سيلز مانجمنت وكان انترناشونال ماركتينج، مادتين أخذت معاك. أوكي. واحدة إلكتيف واحدة كان. أنا برجع للريكوردز عندي الملفات. أرجع أجيب لك برجع أشوف. أنا أتذكر أنك جريدك كان حلو. إيه بي بلس في أول مادة. أوكي. أنا أتأكد إيه. يعني أي أحد كان يبدأ معاك يا دكتور في هذيك الأيام يعني كان الكلام بين الطلاب إنه مش فيه، ليش كده، ليش متعبنا الرجال. لكن حقيقة يعني أجل الحين اللي 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 يأخذوا معاي شو يقولون أنتوا ترى ولا دحين معروف دكتور خلاص الناس عارفه يعني 5 star review ما شاء الله. فحقيقة كانت المواد لا تنسى يعني، أنا أفتكر مظبوط كان سيلز ماركتينج وإنترناشونال ماركتينج، وتعلمت فيها وكان بين الكورسين ترم، وشفت التحول اللي حصل ما بين المادة الأولى والمادة الثانية، وكان ودي أخذ معك زيادة بس خلصت الإلكتيفز. إن شاء الله عليك. طيب خلنا ننتقل الآن. أوكي أي شيء ثاني في الجامعة تحس إنه مهم تذكره ولا تحس إنه غطي؟ هذه أكبر هذه أهم شيء يعني. طيب جميل. طيب ننتقل الآن، أنت بديت العمل في NCB الأهلي على ف. طيب حدثنا عن ال عن NCB. لا يعني عن رحلتك الآن العملية إلى اليوم، يعني اليوم أنت عملت شيفت كبير الآن، المشاهدين لسه ما يدرون ترى في مفاجأة جايتكم، مفاجأة من العيار الثقيل لازم تسمعونها بس لسه ما أعلناها. هذه لا عشان الناس تكمل الفيديو. تفضل هاشم عطنا السؤال. أنا بدأت طبعاً تخرجت اشتغلت في نفس القسم اللي اتدربت فيه اللي هو كان في NCB في الكونسوليديشن، كانت الحمد لله الإدارة كويسة، كان مديري جداً 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 من الناس اللي دعموني ودعموا أني أتعلم، وكان دائماً يدفعني يعني ما كان عمره يقول لي لا خلاص، أو دائماً كان يدفعني ودائماً كان يحفزني. الله يذكره بالخير يعني، سواء مديري أو اللي كانوا في نفس المستوى حق مديري
كان دائما يحفزوني، وكانت بيئة جميلة الحمد لله. يعني أنا تركته لمجرد إنه يعني إحنا حنتكلم عن الشغف وحنتكلم عن الإبداع، والإنسان اللي عنده شغف دائما يحاول يتبعه، ما يعرف فين يروح إلا هو يتبعه. ما أدري، أنا ما أدري، أنا مالي لا أملي شيء هنا. حبيبي. أنا لي تحفظات على الموضوع ترى، بس هذا شيء آخر. طيب بس إيه، عطنا إيش اللي صار. أنت إيش كثر جلست في جلست في NCB تقريبا سنة ونص، بعدها خرجت رحت على شركة جودي، جودي المعلبات معروفة، إيه. نعم وما أطيب جودي عاد معروفة، إيه هذه طبعا ما تسيبه ده. جودي. أيوه بالضبط. قعدت في جودي سنتين، برضو جودي كانت مدرسة، يعني تعاملت كثير هناك مع ناس كلهم كانوا خريجين من PNG ومن يعني شركات كبرى ما شاء الله، فتعاملنا هناك في ايش بيئة كنت تعمل في يعني ايش كان المسمى حقك هناك؟ كنت في البنك الأهلي فاينانشال أناليست، رحت على جودي سينيور فاينانشال أناليست يعني محلل مالي. اوكي. بعدين رحت على، بعد جودي سنتين قعدت، رحت على يونيليفر. يونيليفر يعني الشركة اللي تملك، سابقا كانت تملك ليبتون، تملك سانسيلك، تملك كثير براندز معروفة يعني تستعملها بشكل يومي. وقعدت في يونيليفر 3 سنوات، كلها كانت فاينانس، يعني انتهيت في يونيليفر كنت مالية، فاينانشال كلها في المالية. كنترولر حق السعودية واليمن، كلها مالية. فبعد هذه الرحلة وصلت لنقطة حسيت انه يعني ودي اغير، يعني انا شفت الفاينانس، شفت المالية، شفت الشغل فيها. بعد هذه يعني من تخرجك إلى ذاك الفترة، هذه كم سنة يعني؟ تقريبا 7 سنوات، سبع سبع سنوات وشوية. سنوات من العمل أيوة في أيوة المال. أوكي أيوة تفضل. 7 سنوات وشوية، أضيف عليها الكواب كان تقريبا 7 أو 8 شهور، حلو. هذه تقريبا تكمل 8 سنين. فبعدها حقيقة ما يعني بعد 8 سنوات من الشغل في الفاينانس اكتشفت إني ما لقيت نفسي في الفاينانس، مش قدرة ولكن ما كان في الشغف. حسيت إنه إذا ما في الشغف فما حقدر أكمل كمان، الله يدينا طولة العمر جميعا، 20 أو 30 سنة إضافية في نفس المجال. فقلت خليني يعني أخرج وأبدأ أشوف إيش ايش اللي يعني ممكن شوي تعطينا كذا، يعني كيف الواحد يقول لك والله يعني ايش اللي فقدت شيء، ولا كذا فجأة صارت انك والله ما ابي اشتغل هذا بغير، كيف يعني؟ لا هي ما كانت فجأة يعني. يعني هذه الأمور ما تجي فجأة، وأنا كنت متزوج وعندي ولد، فما في شيء ما في شيء فجأة مع الموضوع هذا. طيب الله يخليك. فكانت على مدى شهور، يعني أفتكر كانت 5 شهور تفكير وقتها، أفكر هل أنا حاكمل هل ما حاكمل. أنا قيمت نفسي كيف كان يعني شغفي بالفاينانس في كل مكان اشتغلت فيه، لقيت إنه أنا كان شغفي بشيء ثاني اللي هو كان الاوتوميشن، اللي هي اتمتة الفايلات وكذا، الفاينانشال موديلينج اللي هو انك تسوي مودلز وفيزيبيليتي ستاديز وكذا. ففي البدايه يعني لقيت نفسي ما هو هذا الشيء اللي انا شغوف به، انه انا يعني شهريا والله اقفل شهر وكذا واسوي التقرير وارفعه، ما كان هذا الشيء اللي انا شغوف به، وما كان الشيء اللي انا اشوف نفسي يعني حقدر ابدع بالشكل اللي أنا أتمنى أني أبدع فيه. فهذيك الفترة فكرت أنه خليني أشوف، يعني أشوف نفسي في مكان آخر. ما كان في بالي شيء وقتها حقيقة يعني، بس الحمد لله كان خلال العمل كان عندي علاقات طيبة مع الناس اللي اشتغلت معهم في الشركات، كان عندي كده، فاستشرت بعضهم إيش أقدر أسوي في خلال هذه الفترة، يعني كيف أقدر أعمل بدون شركة، بدون وفي عامل واحد بتكلم عليه بعدين اللي هو الخوف، كيف أقدر يعني أكون أعيش من غير الدخل الثابت، وهل أقدر أعيش فعليا من غير الدخل الثابت أو لا. فبدأت أشوف كيف يكون الفريلانس اللي هو العمل الحر، استشارات العمل الحر. أنا الحمد لله في الفاينانس ممتاز وفي المالية ممتاز، فتعاملت مع بعض المكاتب المالية أسوي لهم دراسات جدوى، وعندي واحد من أصدقائي هو ماسك مكتب في جدة اسمه أثمان، واحد من يعني أفضل المكاتب اللي شفتها حقيقة في التعامل معهم، مش مدحا فيه لكن حقيقة من أكثر الناس اللي تعاملت معهم وكان
في مساعدة وروح طيبة. فأتعاملت مع كذا مكتب في المالية، بس علشان في البداية أدخل على عالم العمل الحر، وبعدين شوية شوية لقيت نفسي ملت على الكوتشنج. وفي البداية بدأت بالاستشارات الزوجية، فروحت على جمعية المودة. ايه الحد الزوجية، والله والله ما انت سهل. هذا كله من الكورس. طيب اوكي قول كمل. فروحت على جمعية المودة، هي جمعية يعني خيرية من أكبر الجمعيات الخيرية في الاستشارات العائلية، وأخذت معاهم كورس مكثف تقريبا مدته أسبوعين، بعدين 6 شهور تطبيق، بعدين أسبوعين في الاستشارات الزوجية والأسرية بشكل عام. يعني مش ما نتكلم بس على الزوجين، نتكلم عن الأسرة. بس كيف والحمد لله جدي، خلصت. كيف جدي يعني انت كان عندك اهتمام ازيد بهالموضوع، ولا جت صدفة كذا؟ ويعني كيف يعني بدون تفصيل كثير، بس يعني باختصار كيف جت يعني؟ لما تخش على بيئة عمل عيونك تنفتح على كل ما فيه، فأنا لما دخلت على بيئة عمل الاستشارات بدأت عيوني تنفتح على الكوتشنج والإتش آر كونسلتنسي والفاينانس كونسلتنسي وما إلى ذلك. فمن الأول الحاجات اللي يعني مسكت في ذهني هو الاستشارات الزوجية، وقلت أنا نفسي أدخل في المجال حتى لو ما كان وظيفة، يعني بس لمعرفة شخصية ولفائدة شخصية. ومنها مع الاستشارات الزوجية، أنا إنسان بطبيعي أحب الجزء العلمي والجزء التحليلي، فبدأت أخذ شهادات في السايكومتريك تيست اللي هي الاختبارات الشخصية والاختبارات النفسية. تعاملت مع كورن فيري من أكبر شركات الـ HR، عندهم اختبار اسمه تالنت كيو، وتعاملت مع هوغن برضو من أكبر شركات اللي تعطي الاختبارات في العالم، وأخذت من عندهم شهادات كيف تقرأ الاختبار وكذا. ومن هناك لقيت نفسي بدأت أقبل على اختبارات النفسية بشكل أكبر بكثير، فبدأت ساعتها أتكلم مع كل من أعرف فيه، تعال سوي الاختبار. طبعاً في البداية كان التحدي الأول تقول لهم بفلوس ولا ببلاش، بلاش عشان أنا أتدرب، ولا بفلوس علشان في النهاية أنا ما عندي دخل غير كذا. فقررت أنه لا، كله يكون بفلوس، أول حاجة عشان أبني مهارات البيع عندي، وثاني حاجة علشان هي ما هي أنا ما أنظر لها إنها فلوس أو مادة واختبار، أنا أنظر لها إنها إكسشينج، إنها تبادل قيم. يعني أنا عندي قيمة، هو عنده قيمة، هو يعطيني قيمة، أنا المفروض أعطي له قيمة زيها أو أزود. فالحمد لله هذا ضغط علي بشكل أكبر إني أكون بروفيشنال أكثر في الانتربريتيشن، أو إني أعطي الفيدباك. ضغط علي بشكل أكبر إني أكون يعني أتجهز بشكل أكبر، لأنه لو كان مجاني ممكن اتساهل، يعني اقول مجاني ايش فيه، لكن بشكل اكبر انه لا، انت مدفوع لك فلوس، يعني لازم انك تاخذ الموضوع بجديه اكبر. وهذا نفس الفيدباك اللي جاني في الجامعه، ونفس الفيدباك جاني مره ثانيه في الشغل لما كنت شغال في احد الشركات، انه خذ نفسك بجديه، الناس حتاخذك بجديه. ومن هنا دخلت على بعض الشركات استشارات. طيب انت وقتها خرجت من العمل وتفرغت للفريلانس؟ أيوة. طيب بس هذا ما سبب لك يعني، انت قلت بتتكلم عن الخوف، بس يعني كلمنا عنه شوي، هذه خطوة صعبة. وانت شيء كنت متزوج صح؟ متزوج وعندي ولد. طيب يعني العائلة ما قالوا لك ايش فيك، ايش قاعد تسوي؟ يعني عطنا يعني يعني العائلة الحمد لله كانوا جدا سبورتيف، كانوا جدا يساعدوا ويساندوا. واحدة من الحاجات اللي أنا سويتها لنفسي يعني علشان أبعد، خلينا نقول السلبية عني، إني ما قلت لأحد إني أنا تركت بكيفي، أنا قلت للجميع إلا أمي وزوجتي إني أنا انفصلت من الشركة، على أساس إنه ما يعني ما أبغى الأصوات اللي هي المشككة، الأصوات اللي ممكن تزيد الخوف عندي. أي أحد مقدم على شيء جديد لازم يكون فيه خوف. يعني إحنا ممكن نتكلم برضو على مراحل التطور اللي هي تبدأ
الكمفورت زون او منطقه الراحه، بعدين منطقه الخوف، منطقه التعلم، وبعدين منطقه النمو. فاي احد حيقبل على شيء لازم فيه خوف، طبيعي فيه خوف. لكن انا واحد من الاسباب اللي حفزتني اني اترك العمل وادخل على الفريلانسنج هو كان انه دائما في 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 على قولهم in the back of my mind، في يعني في البال دائما كان في ايش يحصل لو انا يعني حصل مثلا ومشتني الشركه، رغم اني كنت 3 سنين وكان وضعي ممتاز وكويس الحمد لله، لكن دائما هذه الفكره تجي. صح، يعني هذه الفكره طبيعيه. فكان واحد من الحاجات اللي انا ما احبها هي اني احس اني قاعد تحت خوف وقاعد تحت ضغط نفسي بسبب خوف متولد فيه. فانا قلت لا، خليني اغطس في البحر ونشوف يجينا القرش ولا التمساح. الحمد لله يعني ما جانا ولا واحد. الحمد لله. والحقيقة أهلي كانوا جدا، يعني زوجتي الحمد لله كانت وقفت معايا خلال 4 سنوات كنت في العمل الحر. الحمد لله الأهل جميعا وقفوا معايا، والحمد لله ما احتجت يعني من هذه الناحية. بالعكس كان العمل جدا مريح وفتح لي آفاق كبيرة في كيف الإنسان في العمل الحر يقدر يفتح لنفسه أبواب. وكان واحدة من الحاجات اللي أنا حطيتها على نفسي كعهد، مش غرورا ولا شيء، لكن إني ما أشتغل في الحاجات اللي هي زي مثلا كريم أو أوبر، مش علشان شيء، لكن لإني أبغى أتحدى نفسي في كيف أبيع السلع اللي أنا أتخصص فيها، كيف أتابع ورا نفسي في السيلز وأكون شرس في حكاية المبيعات وفي حكاية كيف أتابع مع العملاء. تبي تركز في الشغل اللي أنت جالس تشتغل عليه علشان يعني يصير أدائك أعلى ويصير يعني يصير جد المسألة. لأنه لو كان في لو كان في دخل آخر ممكن أتساهل، ممكن ممكن والله شهر تتساهل دخلين وكذا. فلا، أنا كنت أبغى دائما أكون في مكاني، يعني بطور نفسي وببني نفسي بشكل أكبر. فالحمد لله هذه حاجات ساعدتني جدا. لكن أنا أقول لك من ناحية الخوف لابد يكون في خوف. كل ما كنت أخلص مشروع يعني الحمد لله تيجي الفلوس ويجي معاها خوف، إيش حسوي؟ حيجيني مشروع ولا ما حيجيني؟ فاهم قصدي؟ وتفكر والله أنا عندي المبلغ الفلاني، حتى لو كان كبير، عندي المبلغ الفلاني ما حيكفيني إلا مثلا 7 شهور، 7 شهور هذه حتخلص، من فين حجيب شغل؟ فهذا يدفعك، الخوف يدفعك. يعني دائما إحنا نتكلم عن الخوف إنه شيء سلبي، لا، الخوف ممكن يكون شيء إيجابي، بحيث إنه تستعمله كدافع، كشيء يعني يساعدك على الانطلاق. على قولهم لازم تشد السهم عشان ينطلق، فبرضو تستعمل يعني وبعد يعني تستخير توكل أمرك لله. أكيد أكيد أكيد. أنا شفت 5 شهور اللي قلت لك التفكير، هذيك 5 شهور كنت تقريبا بشكل أسبوعي لازم استخير مرة. لازم يعني حتى أذكر الأسبوع اللي مشيت فيه كنت استخير كل يوم 2 3 يعني في الصباح مرة، في الليل 2 في الصباح. يعني كانوا يشوفوني في الشغل أقوم أصلي الضحى أنا قاعد استخير، أنا قاعد أصلي الضحى. طيب طيب جميل. فأنت اشتغلت، طيب أوكي، فانتهيت الآن من فترة العمل بالمالية في البنوك 7 سنوات or so، دخلت الآن فريلانسنج وكوتشنج أي لمدة كم سنة؟ قعدت 4 سنوات اشتغلت فيها، يعني تدرجت. كنت أول شيء في الاستشارات الزوجية، بعدين دخلت على الاستشارات اللي هي الكوتشنج والنفسية، عن طريقها تعاملت مع شركات HR وبدأت أتعلم منهم استشارات HR بشكل مفصل. وفي نهاية آخر سنتين تقريبا صرت أنا أسوي استشارات HR اللي هي الموارد البشرية، واشتغلت مع كذا جهة. يعني كان عندي ك العملاء الأفراد كان عندي تقريبا 300، العملاء الشركات كان عندي 25 خلال 4 سنوات. الحمد لله يعني كان شيء، كان يعني إنجاز طيب الحمد لله. ما تخيلت أبدا أني ممكن أوصله في فترة 4 سنوات أنه يكون عندي الحمد لله يعني 25 شركة تثق فيه. فتعاملت مع أفراد ومع شركات. طيب بس يعني أي أكيد أكيد الشركات هذه ممكن تقول طيب مين هاشم من ولاتي هذا اللي بيعطينا؟ أوه مش ممكن، كلها قالت إيه أوكي.
طيب كيف قدرت انك يعني تجتاز العملية هذه؟ طبعا الشركات كان لها تعامل اخر، انا دائما كنت اركز انه الجلسات تكون مدفوعه مع الافراد، مع الشركات غالبا بدخلها في سعر العرض المالي اللي هو البروبوزل، بدخلها فيها، لكن بعطي اول جلسه او جلستين تكون مجانيه للاتش ار ولمدير الشركه غالبا، او مدير الشركه المسؤول عن مشروعي. ليش اعملها؟ لانه هم ما يعرفوني، وانا البروفايل حقي او السي في حقي ما في خبرة 10 سنوات اتش ار، ففعليا كان ينقال لي كثير مين انت وليش اجيبك؟ فواحدة من الحاجات اللي كان لازم انا اثبت للشخص اللي قدامي، وهو ما هو شيء انه تصادمي او مين انت وانا لازم، لا هو انا متفهم انه الشخص هذا يعني هو ما هو عارف انت مين، هو مسؤول عن شركته، مسؤول عن اموال شركته ومساهمينه، فشيء طبيعي جدا كنت اعطيهم سيشنز قد ما يبغوا، كنت افتحها لحد 5، لكن طبعا الاتفاقية انه اذا انبسطوا عليها تدخل في تكلفة المشروع، والحمد لله كان بشكل متكرر ندخل فيها. لما بابني ثقة مع الشركات هذه بنيجي على بروجيكتس او مشاريع اكثر من الكوتشنج، يعني في شركات عملت معها 2 سنين، في شركات عملت معها 7 8 مشاريع، سواء كان على كوتشنج او على خطط الاحلال اللي هي سكسيشن بلاننج، سواء حتى على مان باور بلاننج، على ديفلوبمنت، طبعا هذا تخصصي هي اللي هو التدريب والتطوير والديفلوبمنت. في شركات طلبت مني اني اكون انا فاسيليتيتور للتدريب لها، لانه هي اجين كلها تعتبر مهارات شخصيه اللي هي الانتربيرسونال سكيلز، فاللي انت تقدر تطبقه في مع شخص واحد 1 تو 1 بتقدر تطبقه مع مجموعه كبيره، والحمد لله انا عندي برضو مدرب المدربين، فما كان عندي اشكاليه فيها. طيب بس الان شوف، يعني موضوع الكوتشنج موضوع كبير ما نقدر نتكلم فيه، بس عطنا كذا نبذه بسيطه، ايش هو اصلا الكوتشنج، وهل الواحد اصلا يحتاج يروح للكوتش، ولا يعني وش الطبخ؟ جميل جميل جميل. الكوتشنج كثير من الناس يحسبوا انه انا اجلس مع الشخص واقول له ايش يسوي، يعني حتى لكن الكوتش هو شخص يقدر يجلس معك وهو ما يعرف أي شيء عن عملك، ما يعرف أي شيء عن حياتك، لكن يساعدك تتخذ القرار السليم. كيف؟ الكوتش هو مرآة، يعني أنا بأمسك مرآة وبوريك نفسك، يعني المثال في مراية في فيلم هاري بوتر اللي توريهم إيش يحبوا وإيش يبغوا، الكوتش هو زي كذا مرآة، كل اللي يحتاجه هو إنه يكون يسأل أسئلة تكون يعني تساعد الشخص على أنه يفكر، تساعد الشخص يعني تسائل حتى الأشياء اللي الشخص نفسه ما يفكر فيها بعض الأحيان، إحنا في حاجات أساسية فاندمنتلز ما نفكر فيها، أنه أنا هذا طبعي مثلا، فالكوتش مهمته أنه يسألك، يفضل يخليك تحاول تفكر معاه خلال ساعة خلال ساعتين، وفي ناس تطول أكثر يعني، لكن دائما نحب نخليها يعني وقتها محدد شوية بسيط، يحاول يسألك 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 لما أنت تصل للجواب اللي يناسبك، مش الجواب اللي الكوتش يؤمن فيه، ممكن أحد يصل لجواب أنا مستحيل أسويه ولو بعد 1,000,000 سنة، لكن هذا الجواب يناسبه هو، فهو أو هي يقدروا يتخذوا قرار يناسبهم خليه طبعاً. يعني أيوة يفتح على البرحي ياخذ راحته في الكلام. أيوة. خليه يتكلم، أعطيني الحقائق حقتك، يعني هو زي يعني زي في الاتشار التحقيق، بس ما هو تحقيق يعني لا حد يخاف. طيب جميل، ايش الان؟ اوكي بعد بعدين الان انت رجعت في اكاديميه تعمل او شيء، فعطى أيوة. صار بعد احد زملائي صراحه واللي تعاملت معهم حتى وقت الكوتشنج تكلم معايا وتواصل معايا، كان عندهم رؤيه في شركة ولاء في الشرقية، رابع أكبر شركة تأمين، كان عندهم رؤية إنه ما يبغوا قسم فقط تدريب، ما يبغوا أحد يكون تريننج، يبغوا أكاديمية حقيقية تدرب الموظفين الداخليين، تدرب الطلاب في الجامعات، تدرب حتى الستيك هولدرز اللي هم الأطراف ذات العلاقة،
من عملائنا، من الهيئات اللي تتعامل معانا، وحتى الجهات الحكومية وغيرها. فنبغى نأسس شيء جميل. وصراحة أنا سمعت الفيجن يعني، وسمعت الرؤية هذه، وعلى قولهم جازت لي يعني. شيء جميل جدا إنك أنت تمسك شيء من الصفر، ما كان فيه حتى ولا 1%، وتبنيه خلال كم سنة، بحيث إنه يكون يعني منظومة مستقلة، منظومة فعليا مستقلة، تكون أكاديمية تفيد مش بس شركتك، تفيد يعني بإذن الله، بإذن الله المنطقة الشرقية، وبإذن الله صناعة التأمين بشكل كامل في خلال سنوات بسيطة. والحمد لله شركة ولاء مرة مبسوط فيها، وفي empowerment. فأنا حاسس يعني، لأني أعرف الليدرشيب تيم، وأعرف بعض الشباب اللي موجودين فيه، وقد تعاملت معاهم في وقت عملي، فكان هذا دافع إنه يعني قعدت 4 سنوات فريلانس، خليني أجرب أرجع على شغل الـ HR، وأشوف إذا كان حأرجع لنفس النفسية حق الفاينانس ولا لا. بس الحمد لله يعني، الظاهر إني لقيت الشغف يقول. اوكي، فامورك الحمد لله. طيب انت الان ماسك ايش اسمها هي؟ هي ولاء اكاديمي، الشركه اسمها ولاء للتامين، ولاء اكاديمي. انا دحين ولاء اكاديمي مانجر، وماسك الحمد لله الاكاديميه، وقاعدين نبني يعني اول حاجه الانترنال، وفي تعاون مع الجامعات اللي موجوده في الشرقيه، سواء جامعتنا الحبيبه البترول أو جامعة الدمام اللي هي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وغيرها يعني. والحمد لله بادئين في خطوات يعني بيبي ستيبس، بس بإذن الله. في يعني الآن كم صار لك معاهم؟ صار لي معاهم كملت سنة وشهرين، يعني ما هو كثير، شيء بسيط لسه دوبنا بادئين، بس إن شاء الله يعني أعطينا كم سنة كده طيب بالتوفيق إن شاء الله. طيب إحنا نبي الآن بس يعني نبي نختم كذا، فقلت بشوف عندك مثلا أي شيء يعني من تجربتك، إيش الأشياء اللي مثلا لو نقول باختصار مثلا شيء الناس لا تعرفه عن أدم، سواء المالية أو الكوتشنج أو خبرتك كذا باختصار على سريع سريع 3 نقاط أو شيء من القبيل إذا عندك يعني. طيب أنا حقول شيء واحد دائما الناس تسألني، هو هل تندم على خبرتك في المالية وتتمنى أنك دخلت HR كان زمانك اليوم صرت أعلى؟ أبدا. المالية هي يعني على قولهم core skill، شيء لازم كل شخص يتعلمه، لأنه أنت خطتك التقاعدية لها علاقة بالتأمين بالمالية يعني التأمينات الاجتماعية، الديلي فاينانشز حقتك، الصرف، الدخل يعتمد على المالية. إذا في يوم من الأيام تبغى تستثمر في سوق الأسهم، مالية. إذا في يوم من الأيام مهما حصل عندك في الحياة، المالية جدا 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 مهمة. وأي أحد يعني يكون عنده الفرصة وهي موجودة، يعني يقدر يدخل على كورسات اللي هي الإدارة المالية لغير الماليين، يعني حاجات حتى مبسطة، بس الإنسان يقدر يفهم يعني إيش بالانس شيت، يعني إيش فاينانشال ستيتمنت وما إلى ذلك. صحيح، جميل. طيب عادية. أي شيء آخر في هذه أشياء كثيرة دكتور. طيب عندك مثلا مصادر أو كتب أو مواقع أو تولز معينة أو أبس، شيء كذا تحس إن تنصح فيه جدا، شيء مفيد ما قد يكون غير معروف، ممكن بعدين إذا ودك ممكن ترسل لي إياها وأحطها بالوصف تحت، يكون فيها تفاصيل أكثر، لكن قصدي كذا شيء على عجالة تحس كذا شيء ودك. أنا بالذات للطلاب وحتى البروفيشنالز اللي حابين يطوروا نفسهم، يعني واحدة من الحاجات اللي دائما أقولها، ما يحتاج تكون من 0 لـ100، doesn't have to be 0 to 100. أنا ممكن أخذ 1% أفضل من 0، أخذ 10% أفضل من 0. ففي مواقع زي بلينكست اشتراكها جدا رخيص، يقدر الواحد يدخلها، حتى لو ما يقدر يقرأ كتاب 600 صفحة حيقرأ 10 صفحات، يأخذ منها الزبدة، وبعدين إذا كان مهتم يقرأ الكتاب الأكبر. فحاجات بسيطة جدا، فيديوز حقت يوتيوب، جوجل، أي حاجة في باله الواحد ما يطفي الفضول حقه، ما يطفي الأسئلة، دائما يحاول يسوي جوجل يشوف ممكن يستفيد معلومة ممكن يعني. طيب
عندك كتاب معين تنصحيه او شيء؟ كتاب معين، هو كتاب قديم اللي هو موف ماي تشيز، مين حابب قديم هذا؟ قديم قديم بس مو كل الناس تقرا، ايش تسوي يا دكتور؟ لا وين العين، في مليون كتاب بعده طبعا. نبدا بالاساس شوي شوي نبدا عليه شوي شوي. طيب اي طيب عندك مثلا هاشم مثلا كذا شعار او مقوله او كذا شيء تؤمن فيه كذا تحس يعني مو شرط يعني مو شرط اني اصيدك اون ذا سبوت بس لا لا هي حقيقه انا شيء اؤمن فيه، هي ما هي مقوله معروفه او شيء، بس اؤمن فيه انه يعني اهم شيء انك لا تخاف من الخوف، يعني هذا اهم شيء بالنسبه لي. اي تجربه جديده، اي ريسك تاخذها، اي فرصه للنمو حيكون فيها خوف، حيكون فيها مخاطر، حيكون فيها خوف شديد. يعني كل ما زادت الفرصه كل ما زادت المخاطره. لا تخاف من الخوف، وثق في نفسك وثق في مقدراتك وثق في انك انت اذا كنت جاد ان شاء الله حتكون قدها وقدود. بالذات حق البترول الناس تزعل ترى بس ايه بس عدد هذيل الحين ترى هذه مو بس البترول، هم كل عنصريين الله يوفق الجميع. اي اضافه اخيره او شيء هاشم؟ الله يعطيك العافيه وسعدني جدا انه تقابلت معاك، وبالعكس انت من الناس اللي لهم فضل كبير علي والحمد لله. يعني حتى بعد تقريبا 13 سنة من التخرج ما زلنا الحمد لله على تواصل، ويعطيك ألف عافية والله يوفق. الله يعافيك، الله يسلمك. ناخذ بس كذا لقطة كذا للموفقين الصورة طيب نراك على خير هاشم، الله يخليك. الله يسلمك، سعدنا لقائك، واعتقد ما شاء الله اشياء جميله ورحلتك كانت ما شاء الله جميله. اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. امين جميعا، ونراكم باذن الله على خير. نشوفك على خير دكتور، تصبح على خير.